كاتدرائيه مارجرجس البطريركيه للسريان الارثوذكس تقيم حفلا تكريميا بمناسبه تعيين السفير البابوي في دمشق ماريو زيناري كاردينالا. بمناسبة تعيين السفير دمشق ماريو زيناري كاردينالا، أقامت كاتدرائية مارجرجس للسريان الأرثوذكس حفلا تكريميا لنيله هذه المكانة. مجتمعين اليوم حتى نكرم السفير البابوي اللي اختاره قداس البابا وسماه كاردينال، وهي حالة كتير نادرة عند الكنيسة الكاثوليكية تكون الأولى أنه سفير بابوي يرقى إلى كاردينال ويبقى على رأس عمله. ونحن بنشوف هذا تكريم للسورية من قبل قداس البابا اللي بيحب سوريا كتير، فلذلك حبينا باسم الشعب السوري رجال دين المسلم والمسيحي مع رجال الدولة مع أعضاء الشعب كلياتنا مع بعضنا نجتمع هون ونقول له للسفير مبروك، ونقول له من خلال السفير نقول له لقداس البابا فرانسيس شكرا كثير لأنك كرمت سوريا. ريتورناتو دا روما، من روما بالملابس الحمراء اللي انتم شايفينها، كثير تأثرت من فرحة الشعب السوري وتهنئتهم لي بهذه التسمية كاردينال، لأن كأول سفير بيسمى كاردينال بتشير إلى تسمية خاصة لأنه بيشير إلى اللون الأحمر وبيشير إلى لون الدم، الألم والصعوبات اللي بتمر بها الشعب السوري، فالبابا منحني هذا اللقب بصفة خاصة للشعب السوري كنوع من المشاركة في هذا الألم اللي بيعاني منه الشعب السوري. أنا مع جميع رجال الدين المسيحيين والمسلمين من أجل أن تكون عام 2017 عام تصالح وعام سلام لكل الشعب السوري وكل سوريا الحبيبة. كان للفاتيكان دور هام خلال الأزمة السورية، فمنذ عام 2013 وقداسة البابا يدعو إلى الصلاة من أجل سوريا وإلى السلام في سوريا، ولذلك نحن كحكومة الجمهورية العربية السورية سعداء بدور الفاتيكان وسعداء بتكريم الكاردينال وسعداء بوجوده بيننا. طبعا نحن بالإيمان وبقوة الإرادة نستطيع أن نقهر الإرهاب ونستطيع أن نتصدى للإرهاب، لذلك عندما منح قداسة البابا مرتبة الكاردينالية للسفير في سوريا فإن هذا أكبر مساهمة في محاربة الإرهاب وأكبر مساهمة في دعم صمود الشعب السوري بمختلف أطيافه في إطار الحرب المعلنة على الإرهاب. أرضنا هي الأرض الطيبة الطاهرة، وصاحب القداسة حينما يكرم اليوم صاحب الغبطة الكاردينال إنما يرسل رسالة حب أن أرضنا هذه تحتضن كل من يحبها وتحتضن كل من يريد بها خيرا. لهذا الفكر الذي نحمله وهو كلمة الحمد لله رب العالمين. حضر حفل التكريم وزراء السياحة المهندس بشر اليازجي والصحة نزار اليازجي والشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري والتعليم العالي الدكتور عاطف نداف والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء وممثلو الطوائف المسيحية بدمشق ومعاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق. الدكتور هزوان الوز وزير التربية يتفقد واقع امتحانات مادة الرياضيات للشهادة الثانوية في عدد من مدارس دمشق والتي تجري موحدة على مستوى القطر. توجه ما يزيد عن 4 ملايين تلميذ وطالب من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفي هذا المجال تفقد دكتور هزوان الوز وزير التربية واقع امتحانات مادة الرياضيات للشهادة الثانوية في عدد من مدارس دمشق والتي تجري موحدة على مستوى القطر. كما تعلمون تم تطبيق مناهج جديدة في هذا العام في كتب الرياضيات، أحببنا أن يكون هناك، طبعا كان هناك الكثير من اللغط حول منهاج مادة الرياضيات حول كثافته حول صعوبته، فارتأينا أن يكون هناك امتحان موحد وتكون أسئلة من توضع في وزارة التربية ليتم تطبيقها على جميع طلاب وطالبات القطر. طبعا من الطبيعي في هذه الجولة أحببت أن أرصد
ردود أفعال طلابنا وطالباتنا، وكانت هناك آراء متباينة، وهذا شيء طبيعي حيث أن مستوى الطلاب أيضا يختلف، وأيضا مستوى التحضير حيث أن مادة الرياضيات هي مثل بقية المواد، هي عملية تراكمية، لا يمكن لطالب ضعيف في الرياضيات فيما سبق أن يكون الآن يعني متميز. وخلال تفقده لعدد من المدارس التقى الدكتور هزوان الوز الطلاب واستمع إلى الصعوبات التي تعترضهم، إضافة إلى آلية تفاعل الطلاب مع المناهج الجديدة. آراء الطلاب في اليوم الامتحاني الأول تفاوتت حول مستوى الأسئلة وشموليتها للمنهج. أنا بكالوريا وإن شاء الله بتمنى أنه الأسئلة بفحص الأخير تكون سهلة، وهلأ الأسئلة يعني الحمد لله سهلة وباشي. كتير صعبة، عم تاخد كتير وقت معنا التمرين الواحد، عم ياخد كتير وقت معنا، أكتر تقريبا من أكتر من الوقت لازم يكون للتمرين الواحد. في كثافة كتير بالمنهاج، بس في كمان تمارين كتير صعبة ما يعني نحن ما بنعرف نحلها، أفكار جديدة. هاي السنة المنهاج يعني التمارين وبتار، يعني بيطلع شيء 4000 تمرين من الكتابين. في صعوبة كتير يعني من جهة الكثافة من الأسئلة كتير، وما يعني ما لحقنا كتير ناخد يعني هلا كتير ما لحقنا، مستحيل نلحق يعني، وإن شاء الله تكون أسئلة سهلة بآخر الامتحان. يذكر أن وزارة التربية تعمل منذ فترة على تطوير المناهج التعليمية، وتعتمد في أسئلتها على معايير التقويم التربوية من حيث التدرج في الصعوبة وتغطية المنهاج بشكل كامل. تجمع شباب الوحدة الوطنية يطلق المرحلة الأخيرة من أطول رسالة وفاء لسوريا في مدينة حلب. أطلق تجمع شباب الوحدة الوطنية القادم من دمشق والمحافظات السورية المرحلة الأخيرة من أطول رسالة وفاء لسوريا في مدينة حلب، لتكون المحطة الأخيرة للمبادرة التي تهدف إلى كتابة رسائل من قبل المواطنين للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال جدول زيارات سيقوم بها الوفد. وأمام قلعة الصمود وفي مبنى مجلس مدينة حلب تم فتح الرولات التي تم من خلالها إرسال الرسالة البالغة 10 كيلومترات و600 متر مخصصة لمدينة حلب. تجمع شبابي سوري من مختلف المحافظات السورية تواجد اليوم بمدينة الصمود، مدينة يلي علمت العالم مع نص بمحافظة حلب الشهبة. هذه رسالة محبة، رسالة شكر للسيد الرئيس الذي هو الذي كان حقق الانتصار بشعبه بجيشه. سنقول له سربنا يا سيد الرئيس إلى الأمام لتحقيق انتصار سوريا. هذه الرسالة لسيادة الرئيس بشار الأسد، نعاهده فيها على المضي قدما مع سيادته على تحقيق الانتصار على كامل التراب سوريا. كما حققنا الانتصار في حلب سنحقق الانتصار في سوريا. مثل ما شفتوا اليوم نحن بقصر البلدي مشان نقول إنه حلب وكل سوريا ضد الإرهاب. انتصرت حلب على الإرهاب وتحررت وعاد بفضل قيادته الحكيمة الأمن والأمان والاستقرار. هو احتفال بانتصار الجيش العربي السوري على الإرهابيين بعد طول انتظار، وللتأكيد على أن حلب التي صمدت بقلعتها هي الآن تسجل أفراح النصر. وفد من الكنائس المشيخية الإنجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية يزور محافظة حمص بهدف الاطلاع على الوقائع ومعرفة حقيقة ما يجري في سوريا. بعيدا عن التضليل والزيف الإعلامي وقول كلمة محبة للسوريين وتأكيد حقهم بالعيش بأمان واستقرار والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب السوري من قبل الحكومات الأوروبية والأمريكية وبهدف الاطلاع على الوقائع ومعرفة حقيقة ما يجري في سوريا، زار وفد من الكنائس المشيخية الإنجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية محافظة حمص. خلال اللقاء أكد المحافظ طلال البرازي على مرحلة التعافي التي تعيشها المحافظة وعودة المهجرين إلى منازلهم، لافتا إلى أجواء الاستقرار التي تنعم بها أحياء حمص القديمة بعد خروج المسلحين منها، مشيرا لهم إلى الخطط الموضوعة لإعادة البناء والإعمار والرؤية المستقبلية لحمص عام 2020، مقدما لهم عرضا بانوراميا حول واقع المحافظة بكل مناطقها منذ اندلاع الحرب على سوريا وحتى وقتنا الحالي. هناك رسالة نقلها هذا الوفد
إلى الشعب السوري هي رسالة المحبة والسلام، وهناك تأكيد من طرفنا أن سوريا تواجه الإرهاب بكل أشكاله نيابة عن العالم. من جهتهم أعضاء الوفد أعربوا عن محبتهم للشعب السوري وتمنياتهم بعودة الأمن والسلام لكل ربوع بلادهم. علمنا من وجود الكنائس وخدمتهم هون أنه هنين كمان مهتمين بالمجتمع السوري كافة. صلي للمصالحة أن تستمر وتكتمل وللسلام في سوريا. كنا دائما نصلي لأجل سوريا ونحن نتطلع إلى أن يعم السلام الكامل في سوريا، وأنا دائما أأمل أن نجيب أصدقاء أكثر لسوريا لحتى يشوفوا الحقائق. الحقيقة الكنائس المشيخية في أمريكا لطالما كان لها موقف مختلف عن حكوماتها، لطالما كان عندها مواقف نبوية بتحاول قدر الإمكان أن تكسر أي عزلة أو أي حصار عم بيصير على الشعب السوري أو على القيادة السورية. هذا الوفد منه جاي للمرة الأولى، هي ثالث مرة بيجي لسوريا خلال الأزمة فقط، وبعضهم أجا عشرات المرات لسوريا. هذا وقد جال الوفد على عدد من الكنائس والجوامع وبيوت الله في حمص القديمة، واطلع على أثار الدمار الذي خلفته المجموعات الإرهابية التكفيرية بالبنى التحتية، وزاروا المركز الإنجيلي لرعاية المسنين، واجتمعوا مع أبناء الرعية للطائفة الإنجيلية، والتقوا عددا من أهالي الشهداء وذويهم. وفد روسي برئاسة الجنرال يوري أديروف مسؤول لجنة المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية بمركز حميميم يزور مدرسة في قرية أم ضبيب بالريف الشرقي لمحافظة السويداء. في إطار التعاون بين الشعبين السوري والروسي، قام وفد روسي برئاسة الجنرال يوري أديروف مسؤول لجنة المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية في مركز حميميم بزيارة مدرسة في قرية أم ضبيب بالريف الشرقي للمحافظة. الجنرال الروسي وزع خلال الزيارة عددا من الحقائب المدرسية وهدايا للأطفال، قدم من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا، تعبيرا عن وقوف الشعب والحكومة الروسية إلى جانب الشعب والحكومة السورية بوجه الحرب الظالمة التي تشن على سوريا. توزيع مساعدات للأطفال على شكل عينات هدايا، نحن نختص بتوزيع مساعدات وكان لنا توزيع مساعدات سابقة وحاليا نستمر، وسيكون هناك مساعدات إنسانية. قدموا هدايا لأطفالنا في مدرسة حمد سلوم بمنطقة أم ضبيب المنطقة الشرقية الشمالية لمدينة السويداء، وهذه عربون صداقة ومحبة وتعاضد مع شعبنا وجيشنا السوري البطل. تعاون كبير بين دمشق وموسكو في مواجهة الإرهاب المدعوم من قبل قوى الشر على الدولة السورية، والذي يستهدف الحجر والشجر والبشرة. أما الغاية فهي القضاء على كل أشكال الإرهاب المجرم الذي تتعرض له سوريا أرضا وشعبا. محافظ السويداء يزور عددا من أسر الشهداء بقرى ريف السويداء الشمالي الشرقي للوقوف عند مطالبهم. تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن لا نظير لها، فبطولاتهم المشرفة تحفظ عزة وكرامة سوريا وشعبها. وتقديرا لهذه التضحيات، قام محافظ السويداء بزيارة عدد من أسر الشهداء بقرى ريف السويداء الشمالي الشرقي للوقوف عند مطالبهم. شهداءنا قامات النور إلى السماء، متابعة للجولات التي نقوم بها إلى أهلنا أسر الشهداء. تابعنا اليوم بزيارتهم وللإطمئنان عن أوضاعهم واحتياجاتهم ونقل محبة السيد الرئيس إليهم، وهن عاهدوا السيد الرئيس على متابعة طريق الشهداء وبذل المزيد من الدماء فداء للوطن. هذا التكريم هو عربون محبة وتقدير لما قدمه أبناؤهم في التصدي للعصابات الإرهابية وحماية الوطن من كل معتدي، وهذا ما أكده الأهالي الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم.
واجب وطني علينا كأسرة شهيد نقدم ونضحي اتجاه هالبلد، والله خلصنا من المحنية اللي موجودة بهالبلد. فخر وعز لنا وكرامة للبلد كلياتها، و يعني وبالنهاية هي وطننا، يعني ما نحن ما قدمنا شيء يعني، فروحه هي اللي قدمت هاي الشيء. إلي الفخر أني بشهيد بيان، وكلنا في هذا الوطن، الله يرحم جميع الشهداء. ونحن كلنا مشروع شهادي، وعندي الثاني كمان عسكري، والله يحمي الجميع. وبتمنى بس بتمنى من الله انه ينصر هالبلد ويحمي جيشها وقائدها. كلنا فدا الوطن، ويا ميت حي الله فيكم، وكلنا انا ولادي كلنا فدا الوطن. عنوان للفخر والاعتزاز هم، ودرب مشرق للنصر هم، بدمائهم تعطر تراب سوريا نصرا وكرامه، وازدهر مستقبلها اشراقا وتفاؤلا. شهداؤنا الابرار، طوبى لكم. محافظة درعا بالتعاون مع مجلس مدينة درعا تخصص 15 كشكا لأسر الشهداء العسكريين في المدينة لاستثمارها ودعما لهم لتوفير حياة لائقة وكريمة. خصصت محافظة درعا بالتعاون مع مجلس مدينة درعا 15 كشكا على أسر الشهداء العسكريين في المدينة لاستثمارها ودعما لهم لتوفير حياة لائقة وكريمة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الحكومية بمنح عائلات الشهداء الامتيازات اللائقة بالشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل سوريا. بالنسبة لي ربة منزل ماني متوفى، يعني يساعدنا شوي الحمد لله. أكيد تعطيهم معنويات، تعطيهم الشهيد منسى، يعني دائما سوريا إن شاء الله بظل تكرم، وهي دائما هي أهل كرامة سوريا، يعني بلد سوريا الحمد لله. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة على مستوى المحافظة، وهي تهدف لتأمين حياة كريمة لذوي الشهداء ومصدر دخل يساعدهم في تحمل أعباء الحياة. دعم الجاهدي لتقديم كافة أنواع المساعدة، إن كان من تأمين مادي وإن كان من تأمين صحي وإن كان من عقود مؤقتة سابقا وإن شاء الله لاحقا أيضا وعقود سنوية، فكان لهم الحصة الكبيرة وأكثر من 50% تم مراعاتها وتنفيذها. نحن اليوم كما ذكرت توجيهات الحكومة حصر الأكشاك في المحافظة أو في المدينة، نحن اليوم تم إحصاء عدد كبير جدا وأعطينا الأفضلية لأسر الشهداء، أسر الشهداء نعطي لكل منهم مكان. يشار إلى أن المحافظة خصصت جزءا من الأكشاك التي تعدها للاستثمار في مدينة درعا كحصة لعائلات الشهداء. محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر يتفقد واقع سير العملية الامتحانية في المدارس الحكومية في قرى وبلدات الكوم وجبا وخان أرنبة. تفقد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر واقع سير العملية الامتحانية في المدارس الحكومية في قرى وبلدات الكوم وجبا وخان أرنبة. يرافقه قائد شرطة المحافظة العميد عبد الله جاسم ومدير التربية فوزات الصالح. المحافظ أثنى على الطلاب بكلمات تشجيعية ليعطيهم دافعا إلى التفوق والنجاح، واصفا إياهم بأمل سوريا ومستقبلها، ومن أجلهم يتكبد الجيش العربي السوري الشهداء. من أجل الاطمئنان على الامتحانات الفصلية على أرض المحافظة كانت جولتنا إلى عدد من الثانويات والمدارس. التقينا خلال جولتنا بأبنائنا الطلبة، والشيء الجميل الروح المعنوية والتفاؤل الذي لمسناه لدى أبنائنا الطلبة وهم يتقدمون لامتحاناتهم الفصلية مستمدين تفاؤلهم من انتصارات جيشنا التي نحتفل بها يوميا. في مديرية التربية وفي المحافظة اتخذنا كافة الإجراءات لتجهيز المدارس والثانويات بكل ما يلزمها ليستطيع أبنائنا الطلبة تقديم امتحاناتهم بشكل آمن وهادئ، مع تمنياتنا بالتفوق والنجاح الدائم لأبنائنا وكل محبتنا لقواتنا الباسلة التي تحقق لأبنائنا الجو الآمن ليستطيعوا تقديم امتحاناتهم وتأمين مستقبل الغد. مدير التربية أكد على سير العملية الامتحانية بشكلها الأمثل، وذلك بفضل جهود متراكمة وسعي مستمر للارتقاء بالعملية التربوية، وأنه تم توزيع المخصصات القانونية لمادة المازوت وإن نفذت في بعض المدارس بسبب الطقس البارد جداً.
قمنا بجولة على عدد من المراكز الامتحانية للاطلاع على واقع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ومتطلبات هذا الامتحان وراحة أبنائنا التلاميذ والطلاب في هذه المراكز الامتحانية وما تم توفيره من مستلزمات مسبقة واطلاع على ردود أفعال التلاميذ والطلاب تجاه الأسئلة وتجاه الامتحانات تجاه طبعا الوضع العام. كانت جولة موفقة إن شاء الله وكانت ردود أفعال الطلاب والتلاميذ إيجابية وهناك راحة عامة حتى على مستوى الأسئلة الموحدة لمادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي العلمي حيث أبدأ الطلاب ارتياحهم لهذه الأسئلة وأن جميع ما طرح فيها قد أخذ خلال الفصل الدراسي الأول ولا يوجد هناك يعني ما هو مثار استفهام أو استفسار. جيش يضحي وأطفال تصنع المستقبل بنور العلم ليكمل بعضهم بعضا في سبيل الارتقاء بسوريا الصمود والحضارة.